يسعد الله مساك الاستاذ عبد الله، يسعد الله مساك. يا مرحبا وسهلا فيك، ونبارك لك سعادة الشيخ منحك وسام الشمس المشرقة من امبراطور اليابان. جزاكم الله خير. يا مرحبا وسهلا. يا مرحبا وسهلا. ولكم الشكر والتقدير. الله يسلمك سعادة الشيخ. ماذا يمثل لك هذا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الوطني كذلك هذا الوسام؟ طبيعة هذا الوسام منح ليس لي فقط، وإنما للأسرة التربوية والتعليمية في سلطنة عمان، حيث يعني طريقة المنح بأن منح لمجالات التعليم، وهذا يعني مصدر اعتزاز لنا جميعا ولعمان كلها وللعلاقات العمانية اليابانية أيضا. نعم. بأن الإمبراطور جلالة الإمبراطور اليابان لديه أيضا ولحكومة اهتمامات بالقضايا التعليمية والتربوية في السلطنة، فالعلاقة ليست كلها سياسية أو تجارية أو اقتصادية، وإنما التعليم يمثل أيضا حجر زاوية في اتجاهات اليابان البناء بالنسبة لسلطنة عمان. نعم سعادة الشيخ، نعرف المستمع والمشاهد ما هي أوجه التعاون بين البلدين اليابان وسلطنة عمان في مجال التعليم؟ نعم، الحقيقة أوجه التعاون كثيرة، وبدأت أيضا مبكرا من أواخر الثمانينيات لما كنت أنا يعني أمين عام مجلس جامعة السلطان قابوس، واليابانيون أرادوا أن يختاروا جهة يركزوا على التعاون معها، جهة يعني جهة ما في سلطنة عمان. نعم. ورأوا جامعة السلطان قابوس الناشئة في ذلك الوقت أنها قد تعطيهم فرصة، وفعلا بدأوا يجسوا النبض بالجامعة. والجميل في هذه السياسات أنهم بدأوا يعني التساؤلات وغيرها. نعم. مع صغار الموظفين في الجامعة، إذا جاز لي أنا أقول صغار. نعم. وتدرجوا إلى أن ما يعني أخبرت بأن في اتجاه لليابان بأن تعزز التعاون في المجال التعليمي والبحثي الجامعي الأكاديمي. نعم. فبدأنا معهم يعني الحقيقة 90 كذا 91 بتعزيز هذا التعاون في مجال أولاً تبادل الطلاب، فجاءوا طلاب من اليابان لدراسة اللغة العربية وإكمال تعليمهم ماجستير وغيره ودكتوراه بحوث، وإحنا في المقابل أيضاً أرسلنا لهم مجموعة، ولا أنسى أن أيضاً وزارة التجارة والصناعة العمانية في ذلك الوقت أرسلت موظفين لأخذ دورات تأهيلية في الإدارة وفي الاطلاع على الأنشطة الصناعية والأعمال في اليابان ومعرفة يعني الأمور وأسرع تقدم تلك الدولة. نعم. وطبيعي زاد التعاون، تبادل طلابي، تبادل أكاديمي الجامعة. نعم. أرسلت مجموعة من المرشحين للدراسات الجامعية والماجستير والدكتوراه. نعم. يعني سعادة الشيخ، يجب علي أن أشير هنا بأن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله وطيب الله ذراه أول من أرسل 3 أشخاص إلى الجامعة ليتعلموا اللغة اليابانية ويعملوا في المراسم السلطانية. ممتاز. وأرسلوا بعضهم إلى الصين وغيره لمعرفة يعني والدراية، معرفة اللغة والدراية بالعادات والتقاليد في هذه البلدان يعني. نعم. وأذكر واحد اسمه الشيخ صالح الحاضي من المجموعة اللي أرسلت ودرس باللغة اليابانية، حصل على ماجستير ويجيد اللغة، وهذا في الثمانينيات. أما في التسعينيات والألفية الجديدة فإحنا الآن عندنا متحدثين باللغة اليابانية، وعندنا عدد من الطلاب العمانيين النابهين. نعم. الذين يقودون بحوث علمية، وأذكر الدكتور فاطمة الحبسي اللي
كانت في مختبر في جامعة كيوتو وفازوا بجائزة نوبل مثل ما سمعتوا عنهم قبل سنتين. وهذه من ثمار التعاون. كذلك أقامت لنا جامعة طوكيو كلية الهندسة مركز بحثي في هنا في منطقة بحيل بعض الجامعة لقضية المروحة والتخلص منها ومحافظة على عذوبة المياه، وبحث آخر أيضا على أيام معالي الدكتور محمد الرمحي لما كان عميد لكلية الهندسة أيضا بتخليص النفط الزيت، يعني زيت النفط بتخليصه مما علق به من مياه، لأن هنا نستخدم ضخ المياه لاستخراج النفط يعني من مكامن الأرض. ففي بحوث يعني بحوث علمية رائدة بين البلدين، والآن طبيعي استادت يعني. نعم نعم استادت يعني. هذا سألت شيخ اللي كنت أريد أركز عليه، القيمة المضافة من إقامة علاقات مع دول بحجم اليابان متقدمة جدا في مجال البحث العلمي وفي مجال التقني، وكيف يمكن الاستفادة منها أكبر مستقبلا؟ الإفادة عظمى للبلدين، والعلاقة أصلا طيبة بين البلدين. اليابان نعتبرها دولة دولة شقيقة وليست صديقة، أقرب من الصديقة لنا. اليابان يعني ملكا وشعبا وحكوما واجد قريب إلى السلطنة، والسياسيون في عمان لا سيما في وزارة الخارجية العمانية يقنون كل الود لليابان، واليابان تقف معنا احنا في كثير من الأمور. ويعني أنا أعطيك مثل، ميناء صحار مول بالكامل من اليابان بقرض يسير يعني، ومولوهم. وفي تبادل زيارات على الصعيد الدبلوماسي، مشاورات كثيرة، علاقات دولية ما شاء الله يعني يضرب بها مثل. بين علاقات يعني عمان ودولة كبرى مثل اليابان، فهناك في ود متبادل وفي تقارب أيضا فكري وعقلي بين اليابانيين والعمانيين. لا تنسى زواج المقولة جلالة سلطان تيمور من اليابان. يعني 1935 1937 والزيارات أيضا كانت سفن يابانية تزورنا احنا في العشرينيات. العشرينيات من القرن الماضي يعني قبل 100 سنة. وهم معتدين أيضا بكثير من الأمور في عمان وبحوث اللبان لا تنسى. تاريخ أيضا تاريخ عمان أيضا اليابانية احتموه به في عمان وفي أفريقيا. فاليابان موقع الجغرافي يعني خلنا نقول شمال شرق آسيا، ونحن مقابلين لهم في جنوب غرب آسيا. والبلدين أيضا تمتاز يعني بعقليات بحرية مفتوحة يعني مرنة تقبل الآخر والتعامل معه. نعم وأتوقع سعادة الشيخ الفرص موجودة لتطوير هذه العلاقات في جوانب أكثر وأكثر. أشير أيضا الحقيقة إلى إصرار الطلاب العمانيين والمبعوثين لليابان بيتعلم اللغة اليابانية والبقاء سنين. أنت تتكلم عن 6-7 سنوات يجرون بحوثهم ودراساتهم، وهذا يعني يجيك واحد عماني ما شاء الله يعني ما أريد أضرب أمثلة بس ماخذ بكالوريوس واخذ ماجستير ماخذ دكتوراه. وإحنا عندنا أمثلة لفتيات عمانيات أيضا في صحار، واحدة من صحار عزة اسمها نذكرها بالخير يعني هذه بقت 7 سنوات أو ربما أكثر وما زالت متصلة باليابان يعني. وأيضا جامعة سلطان قابوس أنتجت يعني أيضا يابانيين ما شاء الله عليهم الآن أساتذة في جامعات يابانية.
نعم. وهم من إنتاج جامعات سلطان قابوس يعني. نعم، إذن تبادل مشترك يعني واستفادة مشتركة. نحن حبينا نبارك لك سعادة الشيخ، وأكيد الحديث عن العلاقات العمانية اليابانية يطول ويطول وفي مناحي وجوانب كثيرة. شكرا جزيلا لك سعادة الشيخ. عفوا عفوا سيد عبد الله، وجزاكم الله خير لتحت هذه الفرصة لتسليط الضوء على العلاقة بين بلدين شقيقين وشعبين متقاربين فكرا وذهنا. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك سعادة الشيخ سالم بن ناصر المسكري.